حياكم الله مشاهدين تلفزيون الكويت وحياكم الله في برنامج ديوانية التلفزيون. واليوم ما شاء الله ديوانيتي عامرة من ثلاث فنانين مبدعين في مجالهم، فراح أبلش باليمين الفنان القدير اللي حاصل على شهادة بكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى عمله الفني كمحاضر في المعهد، ويعني في كل القطاعات هو مبدع في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما، وما شاء الله صوته شجي في الإذاعة، ما أقدر صراحة أقايشه هذا الفنان القدير في صوته الجميل، الفنان جمال ردهان. حياك الله. الله يحييك أخوي جاسم، طول عمرك لك الأولاد، مشكور على الديباجة الطيبة. لا ولا سؤال عن حسين المفيدي مو أني. لا ببينه. بس لا أنت صوتك غير يا والله. مشكور طال عمرك على الكلمات الطيبة ويعطيك ألف عافية. حبيبي جمال. إني حق يساري، فهو ممثل ومخرج ابن فنان راحل علي المفيدي، وعمل في بدايته كممثل واستمر والحين في الإخراج، وهمدش السينما وعالم الأفلام الفنان القدير حسين المفيدي. حياك الله. هلا والله، حياك الله وما قصرت حبيبي. وقدمتوني الحين مرتين. اي شوف قدمك وانا قدمت. انا حسب عن نفس القفاص. اكيد الحين انت في منصب رئيس الدوره الجديده لمهرجان الكويت للسينما. نعم. صح عدل؟ نعم. جواك الله حبيبي. عاد خلف يمين على المعرس. اي المعرس مستحي. اي ابو العروس وابو المعرس وناطرين الملاك. يعني صديق وحبيبي الممثل ومخرج حاصل على شهادة بكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتغل في عدة مسلسلات وبرامج، الفنان القدير عبد المحسن القفاص. حياك الله. يا هلا مرحبا، يعطيكم العافية ومشكورين طبعا الدائرة اللي صارت تغذير. لا صار عليك الحين. مشكور الله يبارك. تشرف أن أكون طبعا ويا الأساتذة. يا حبيبي ايش رايكم بالطاولة أول شيء؟ شوفوا جميلة والله. هذا بس هذا ديكور ولا ينوكل؟ لا ينوكل. اي لا ما ابي اقول. جرب واحده، جرب واحده. انا مع المخرج مسوين تكميم، فهذا يعتبر كمين بالنسبه لنا. زين فينا اول شيء خلينا نبلش وياك استاذ جمال، خلينا نسترجع شوي معاك الذكريات ونتكلم عن نقول ما هي السنه اللي ما يمكن يعني ما تقدر تنساها. والله يا خل كورونا هذه ما تنسى. ما راد النزي. لا هي من السنوات يعني ياخذنا الحديث يجيب بعضه، ان ما شاء الله تبارك الرحمن مثل ما تفضلت كلنا خريجين المعهد العالي للفنون المسرحيه، فسنه انضمامي الى المعهد العالي للفنون المسرحيه الان نشوف ان مخرجات هذا المعهد هي مستحوذه على المجال الفني، وهذا دليل على رقي المجال الفني عندنا وعلى ارتقاء المجال الفني. وانت تسولف اخو جاسم الحين قاعد اتذكر السنوات واتذكر اساتذتنا واتذكر كذا، واخوي حسين واخوي عبد المحسن وانا دخولي الى المعهد وكذا، فنشوف ما شاء الله تبارك الرحمن الان نتيجه دعم الكويت حق الفنون وحق الفن وعملها للمعهد العالي للفنون المسرحيه الان حضرتك مستقبلنا احنا ثلاثه في المعهد العالي للفنون المسرحيه، فراحت الذكريات معي أكيد الى أكيد سنه دخولي الى المعهد العالي للفنون المسرحيه، هذا اللي تحضرني الحين يعني. اكيد. وحسين شوف من اقول شوف قاعد يضحك ما ادري ايش السالفه. لانه في بينكم اسمح لي ابو علي في جزئيه وبخليه يكمل السالفه. المشكله ان ابو علي داش المعهد قبلي، فصار نصيب انه طلع ما كمل، صار له ظروف وطلع من المعهد، كان اصير معيد على حسين، وحسين رفيجي واخوي، فكنت اقعد يا ولد اقعد يا ولدتك درجات يا ابو احمد الله يذاك سبحان الله. ولا هو استاذ ما شاء الله بروحه يعني ما شاء الله تبارك الله. ابو احمد صارت لي ظروف فعلا مثل ما قال بالمعهد، وتركت المعهد، ولا انا كنت موجود ما كان موجود، طلعت ورحت والتجنيد والظروف وكذا كذا، رديت المعهد ولا الحبيب متخرج ومعيد ما شاء الله ويبيني عاد. اي لعبتها وين ها؟ بيجي بعد. هذه ايام المعهد ايام جميله وايام ما تنسي، تعلمنا الكثير من اساتذتنا ومن فنانيننا الكبار، وطبعا انا عندي مراحل اعتبر في كل مرحله في كانت سنوات ما تنسي اكيد، في البدايه طفوله بعدين شباب بعدين اكبر شوي من الشباب بعدين
مرحله صح. الاخراج والامور اللي احنا فيها اي لا بدش بالسينما وبندش وياك بس خلينا نشوف القفاص بس الحبيب ذكريات عن المعهد القفاص بالنص بعد حاطين لك ها شوف هني هاي خلصوا الكلام ما لا 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 فيك البركه تاريخ طويل عندك لا لا نفس والله ما قالوا الشباب يعني يمكن من اهم مراحل الحياه اشكرك لما قلت الشباب عجبتني الله يطول عمرك اهم مراحل حياتي يمكن كانت في المعهد العالي في المسرحيه وهي التاسيس للفنان اللي يطلع يعني دائما احنا نقول المعهد ما يصنع فنان لكن يلمع الفنان يخليك عارف وين رايح خطك اللي تمشي فيه فلله الحمد يعني عندنا في الخليج المعهد العالي في المسرحيه كان من اول معاهد لا زال يعني بالخليج هو تقريبا المعهد الوحيد فلله الحمد يعني الدوله ما قصرت ودعمت الفنون وهذا نتاجها لله الحمد ما شاء الله الحمد لله اي والله حبيبي القفي قلت وراك طلعت بحر يقول حداك ها اي والله بس الحروره يعني حايسه مرقتنا اليومين ترى الحروره مثل البروده السمكه ما تاكل فيها السمكه مثل البني ادم سبحان اي ما تحب تحس بالشكر وبالملح وبالحر وبالبرد كذا مسوي لها دراسه انا قاعده وقاعده والله لا اي أيوة والله يعني ما تطلع حداك الحين لا اطلع طال عمرك بس المشكله ان في عندنا شويه الحين ما شاء الله تو شدوا على القوانين ان شاء الله يعدلونها بعد احسن قاعد يصيحون صيحه البايج على الميد عندنا فتشوا الجون مو فتشوا الجون حطوا القوانين صح, صح عشان الناس تمشي صح وتصيد صح, صح, صح فطال عمرك السمكه موجوده والخير موجود أيه والجون سبحان الله السمكه ترحل تيله من برا عشان تقط بيوضها في غير السمك اللي ساكن فيه فضل الله سبحانه وتعالى متى طلعنا بحر فامشوا يلا متى بكاو بالنادي كم قاعد كبير ها في غرفه في كان واحد في غرفه الحين استبدلتها بدوانيه بالنص وقاعده قدام وقاعده ورا حق جاهز للنزل فانتازيا عقب التصوير عقب التصوير بس علي التصوير درجه الحراره 5 فانتازيا يا جماعه لا ناخذ تاب صرنا غالي اللي موجود ترى جاهزين احنا اي بس تحملون الحر عاد والله صدق انزين خلينا نتكلم عن يعني في اخراجك في السينما والحين انت في منصب هذا المنصب اللي دور السينما خلينا نتكلم الحين تشوف السينما هل هو في 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 تقدير للفنان بالسينما هي الخطوه اللي صارت اول شيء يعني معنا في افلام كويتيه نشكر استاذ جمال والدكتور نبيل والاخوان طارق هم اللي اعطوني هذه الصراحه المهمه ورشحوني لها لانهم اعضاء مجلس اداره وانتقلتها طيب تسلم وكانت ثقتهم هذه كبيره رئيس القطاع السينما ورئيس المهرجان والحمد لله شاركوا اغلب الدول العربيه يمكن دوله او دولتين ما يعني ما قدروا يشاركون ولكن تفاجات في الكم الكبير من الدول العربيه والخليجيه المشاركة الكويتية كانت قليلة بالعكس يعني وهذا اللي خلاني أتفاجأ يعني أو يعني ما كانوا جاهزين أو ما كانوا مستعدين على نطاقنا إحنا كأفراد في اهتمام جميل للسينما لكن أنا أتكلم بصراحة كل ما نطلع فوق ما في اهتمام واللي يقول غير كذي قاعد يجامل هذه كلها مجهودات شخصية واجتهادات إنتاجية فردية الآن بدأوا الوزارة بصراحة بوجود وزيرنا أبو يوسف سيد عبد الرحمن بدأ يعمل هذا الكلوز أب على هذا الموضوع الحيوي اللي هي اللغة العالمية عشان نقدر نوصل صوتنا إن إحنا فنانين كويتيين أو خليجيين موجودين على الساحة وقادرين أن نعمل خصوصا أن الآن الكاميرا اللي تعمل فيها المسلسل هي نفسها الكاميرا اللي تسوي الفيلم رقمية وهذه السينما الجديدة وليس الفكرة أو القصة أو هذا موضوع من أيام هيتشكوك سينما جديدة الجديدة تعني أن ليس هناك فيلم يجري وبعدين تحمضه بوزيتيف ونيجاتيف وتسوي مفيولة وبعدين تعرض بكرة لا الحين ميموري إلى ميموري إلى كمبيوتر إلى ميموري إلى عرضه
فنان جمال، يعني شو تشوف افلام الكويتيه؟ الافلام الكويتيه تقريبا احنا عندنا كم فيلم كويتي؟ لا كثير يعني، اذا تقصد الفيلم ايه؟ الفيلم بس يابا حرج، اي من يا اي اصبح العدد كبير يعني. كان في السابق عندنا بس يا بحر و صح، وفي قبل العاصفه ترى ابو احمد، في العاصفه في اخدم العاصفه بعد جاء تالي عقب بس يا بحر والفاق وغيره وكذا. الان شو اسمه طلعت الافلام الرقميه او التصوير الرقمي او شغله يعني، طلعت عده افلام كثيره وشاركنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي تطور عندنا ولا إن كان تطور بطيء. فالإخوان معانا إن شاء الله في نقابة الفنانين والإعلاميين، كون أن الآن أصبح عندنا عدة أنشطة وعدة لجان، لأن المشاركين في النقابة نقابة الفنانين والإعلاميين وليست فقط للممثلين فقط لا غير، لكن عندنا اللجان اللي موجودة تمثل كل الشرائح اللي مشاركة معنا، لأن العدد وصل معنا فوق 1200 تقريبا أعضاء نقابة الفنانين والإعلاميين. فأصبح في لجان لكل نشاط ولكل مجال، فمنها أيضا قطاع السينما، واختير أستاذ حسين المفيدي طبعا لخبرته ولمكانته ولتدرجه في المجال الفني، ومن أسرة فنية وخبرة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، فهو إنسان الرجل المناسب في المكان المناسب بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن السينما الكويتية أصبح لها أيضا مكانة، وكثير من الأسماء تمثل الكويت ومثلت أيضا في أوروبا وفي أمريكا وفي مهرجانات عالمية كثيرة. وإن كان التركيبة السكانية ما تساعد على أن السينما تكون عندنا صناعة مثل جمهورية مصر الشقيقة أو مثلا في أوروبا وفي أمريكا وكذا، ولكن أصبح للكويت مكانة فنية في هذه بي بالشغلات الفنية. ولكن القفاس شنو رأيك بالسينما؟ والله شوف، أنا لي تجارب سينمائية أكثر من تجربة سينمائية. حلو إنه يكون عندنا فيلم كويتي، طاقات شبابية كويتية. بالنسبة للشباب الكويتي ترى مناقصهم، وعندهم الخبرة وقادرين يسوون، قادرين يخرجون هذه الأفلام، قادرين يمثلونها، قادرين ينتجونها. لكن بالتالي هم الشباب محتاجين الدعم، محتاجين يعني. مو معقولة اليوم واحد يسوي فيلم ويكلفه شيء الفلاني يروح يعرضه بسينما الكويتيه تاخذ منه بحدود 70% ل 60% من مدخول الفيلم. فانت قاعد تكسر مياديفه بدل لا تدعمه. احنا محتاجين ناس توقف وراهنا تدعمنا عشان هذا الشاب الكويتي يظهر بالشكل المناسب. الشاب الكويتي وده يسوي، وده ينتج، لكن اذا شاف في حواجز موقفته يعني تقول انت راح احاول مره مرتين. اي ايه اكيد طبعا. يعني انت مو معقوله تدفع فلوس واخر شيء ما تطلع حتى بفلوسك، تطلع بخساره زين عشان تنتج فيلم عشان تسوي حق نفسك. فاحنا محتاجين الدعم، محتاجين الدعم فعلا. هذه حسينا فيها صحيح كلام اخوي محسن، ان لان يعني من التجارب اللي نقولها على سبيل المثال، سوينا فيلم اسمه شباب كول، سوينا آخر فيلم مع أستاذ رمضان خسروه اللي هو سرب الحمام، وشاركنا مع أستاذ رمضان في أكثر من فيلم سابق لسرب الحمام أيضا. المشاكل هذه فعلا حسيناها مع أستاذ رمضان ومن سبق أستاذ رمضان في هذا الجو، وما تزال فلا طبنا ولا غدا الشر، ما يزال الوضع على ما هو عليه. ما تشوف في شيء قاعد ينقص السينما الكويتية؟ في شيء، هل هي المعدات، الكاميرات، ولا الكتابة، كتابة الفيلم، ولا التمثيل، ولا يعني شنو اللي قاعد ينقص؟ ليش ما ننافس احنا الأفلام المصرية والأفلام العالمية؟ ليش شنو ناقصنا؟ شيء مهم جدا ينقصنا، قال ابو احمد شغله حط حدرها ثلاث خطوط، الكثافه او العدد السكاني، يود على هذه الكلمه. انت الحين اذا عندك مطعم او مسبقه او بقاله، اذا بتدخل العمليه الحسابيه والفيزيائيه راح تجد ان اللي تشتري فيه يرد لك وفوقه ربح. العمليه السينمائيه علشان على كلامك انك تبي تنافس، تبي تنافس يعني تبي تصرف. صح قال اخوي محسن،
هم بعد حط حدره ثلاث خطوط 60-70%. طيب إذا أنا بنافس يعني أحط أكثر من 100,000 دينار عشان أجيب النجمة رايحة، أقول له هذا لك وأصرف على الفيلم وأحط تقنيات أو أدخل الأنيميشن والجرافيك والأمور هذه. أيوة. طفت 100,000. الفيلم الآن الكويتي إذا طاف 30,000 خسران. نعم 30 خسران لو مهما تسوي. ماكو كم واحد عندنا 600,000 واعي مخ ليش قللهم 300,000؟ ما يخالف، مو الأفلام الحين اللي قاعد تنزل بالسينما قاعد يصير عليها إقبال العالمية صح ولا لا؟ وفل السينما ما تطلع همها أنت ما قاعد تطلع حتى بعد نعم هذا أنت شاري الفيلم متوفر يسمونه، أنت من الدول اللي باعوك الفيلم عقب ما خلاص خذ هناك بأمريكا وبأوروبا بروسيا طلع ملايين الملايين. احنا الان فانت عندك شريحه عاصل. بس مجرد الكويت. نعم. نعم نعم. ليش ما شاري الفيلم اي بجيمه تقدر تسكرها لو يدشون 20,000 شخص انتهى الموضوع. احنا هني الفيلم الكويتي، انت قاعد تقول الكويتي يعني اهتمام الكويتيين. صحيح الكويتيين مليون، شيل الاطفال شيل العيايز شيل الشباب، قلل 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 صار العدد قليل جدا. شكرا. هذا اللي يدخل. زين انا عندي لك فكره هذا مني ابو علي بالضبط، انا ناطر عشان اعطيك الحسبه هذه اشيل لك السكان اللي عندنا. نعم. شيل الدنيا هذه كلها. نعم. اللي يدشون لك السينما او يحضرون لك انت كشريحه كويتيه ككويتيين بيتابعون فيلمك الكويتي لان فيلمك بعد ما يباع برا ما يروح ينعرض بامريكا تروح ليش تنافس لا ما يخالف ليش ما يطلع بالخليج وليش ما يكون يعني بالسعوديه بعد يحاولون ويطعم الفيلم هذا اللي الحين هذا اللي وصلنا له الحين. إيه. انه اصبح شوي الفيلم الخليجي يجيلك والفيلم الكويتي يروح الى الخليج هذا تونا واصلين المرحله بس قدام شويه اما ان انت تنافس الفيلم الامريكي او الفيلم الانجليزي لا ما صعبه كثافه سكانيه وتكلفه شنو صح؟ ما كلامهم صح 100% اي بدخلك انا بال انا ويانا الان كل انا موافق بعد ما احنا بلاش لا انا موافق على كلامك هذا قلته بالبدايه اقول لك شيء ذاك لولا وقفتها هالفنانين الجميلين الكبار اللي الان الناس تحبهم عليك زود لو والله لولا وقفتهم انت اذا بتحاسبه صدق لا ما يقوم فيلمك ترى قاعد يوقفون مع المخرج والمنتج استاذ عبد المحسن استاذ جمال استاذ عبد الرحمن اللي الناس تحبهم تبي تدش تبي تقص تذكره وتدش لهم قاعد يوقف معاك اما لو بيحاسبك لا بالله الفيلم ما قام هذه جزئية حلوة مع ان احنا ما نتكلم فيها لان انا اتكلم لان انا برا يعني خجل كنا يقول انت قاعد تمنن علينا لا والله لا بس فعلا ابو علي اللي قاله صحيح احنا نتعاطف مثلا مع كذا يعني مثلا لما يجيني مثلا استاذ رمضان خسرون نسي عليه ابو عيسى كذلك في وغير الاخوه اللي تجمعنا اخوي جاسم في العمل لما يجيني استاذ محسن القفاص مثلا عنده عمل استاذ رمضان خسرون مثلا في التكلفه بالنسبه لنا كنجوم او اسماء انت تبي والله مبلغ انت راح تشيله مجهود صح ولا لا هذا هو هذا اللي قال تتنازل عن جزئيات نعم. في سبيل أيوة. نعم. اخ وصديق مثل الاستاذ رمضان وغير الاستاذ رمضان مثل شرواه يعني عشان العجله تدور وعشان انت تقدم وعشان ايضا ما تفقد جمهورك وتكون على تواصل مع الجمهور يعني وهذه تصير في بعض حتى في بعض المسلسلات انت تراعي اسماء معينه على اساس ان العجله تدور لكن انت مو مثل باجي الفنانين في العالم اجمع نعم يعني صح خلاص يعني نسكر باب السينما الحين اي خلينا بالحداق زين والله عشان نطلع بعض اي شيء حق بحر اي والله خلينا نطلع يعني ناكل لنا شوي جيمات شوي وبعدين نرجع فاصل صغير ونرجع لك رجعنا لكم من جديد ومع فنانين الحلوين الفنان جمال والفنان حسين والقفاص ويعني اليوم صراحة ليش احنا باسمانا العادية وهو باسم العائلة يعني ما امون عليه لا لا ميانا مو امون عليه اي والله عبد المسلة عشان يعرفونه يلا القفاص ما شاء الله معروف نجم النجوم اسم الله عليه ترى ولدي اسمه عبد المسلة بعد الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه ان شاء الله انزين عيل اول سؤال لك عامر شنو هوايتك؟ رايك والله متعدد الهوايات يعني قلت العباد ولا ما لا يبا شنو ما في نشد والله في اكثر من هوايه يعني الحداقه اول شيء ويا اخوي البحر
مسابيح أوكي. ساعات سيارات يعني عندك المسابيح بعد سيارات احمد سلمان شو يصير كلها شوف هذا المسابيح سيارات وعندك ورشه صح مسابيح كان عندي ورشه سكرت ما شاء الله سكرت ولا لا في لازم مسبح لازم ايش لك فيه والله ما لي شوف يعني ما يخالف مسبح تبي انت وكها يا سلام نشوفه خنسومه حاط سمن حاط صينيه يقول على اسمي والنعم والله سبعة انعام تفاضل ها هو هدية من العيال بس خلاص ولا ببادل لأن أدري اللي بيطلع قوي اللي يطلع بيصبح قوي عنده أكيد شلون نعرف كهرب مو لو هدية كان مبادل تماتي الكهرب يعني إيه الكهرب في يصير فيه ريحة تقريبا ريحة الليمون أو السنوبر لكن تكون ريحة خفيفة مو مبالغ فيها يعني اضطراب الكهرب هو اللي يطلع ريحة قوية هو اللي أوكي إنزين بس إن ما تشوف إن الحين هذه خلينا نقول ما أقول هواية ولكن لها طفرة والحين ضخ شوية يعني. إيه هي وسعت شوي الطفرة هذه في كورونا يمكن ما في غروب ما في ناس قاعدة ببيوتها وساعات إيه فصارت طفرة مزادات وممزادات فكانت حتى الأسعار اندبلت إلى 3-4 مرات صح أي. اللي باع بهالوقت اللي استفاد في هالوقت استفاد يعني أي. لكن الحين بدأت ترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي يعني بعد هدايا شوية إيه تامر مفيد يبي مسبح يأمرون والله عيوني ما عندي أنا ما عندي يا بعد هو تشدني جزئية معلش سامحوني فيها الجزئية هذه احنا دائما نتكلم عن المسبح كوسيلة ديكوريشن ان احنا بالنسبة لنا صار كمالية ان انت تلبسها مع الساعة مع البزمة مع كذا بينما استخدام الديني احنا ترى قاعدين يروح منه انه يستخدم للاستغفار والتسبيح وكثير من الأمور فلا نقبل هذه وناخذها بس هذه الجزئية علشان أيضا يعرفون الجيل الجديد ان المسبح هذا مو بس وسيلة كشخة ولا وزينة لكن للتسبيح والاستغفار هذه الجزئية شوف أنا المشكلة يعني المسبح إذا خليت المسبح يا انسى بالدوانية يا تلاقي احد ياخذ هذه مشكلة المسبح هذه المشكلة المسبح اي فتفقده كل الحال من بعض بسرعة يروح والمسبح ايضا المسبح الغالي خاصة اذا كان كهرب يعني يروح وبسرعة ينكسر يعني اي بالضبط بسرعة ينكسر وبالتالي صمغ ترى يعني اذا واحد ما يعرف بالمسبح خذا منك طق طق فيه كذي اذا كسر ما ينلحم ينلحم بس انتهت قيمته خلاص خلونا الحين من المسبح مسابيح فنان جمال خلينا نتكلم عن المسلسلات نعم. ما تشوف ان المسلسلات ما صار لها صيت نفس خلينا نقول المسلسلات القديمه درب الزلق و في مسلسلات ليومك نستذكرها فالمسلسلات تجي وتروح نعم فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله في الآونة الأخيرة بالفترة الأخيرة هذه خلصت من مسلسل ملح وسمرة فكلمت أول جزئية قلتها لأستاذ جمال سنان انتظرتها لما وصلنا إلى اللوكيشن فضل الله سبحانه وتعالى وهذه مو دعاية حق جمال سنان لكن أنا بقولها له لأن قلت له أستاذ جمال أبو علي راح أقول هذا الكلام على الهواء وتحمل ما يجيلك مني أن أستاذ جمال سنان قلت له شكراً أبو علي على 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 الصرف الجميل على العمل على ملح وسمرة لأن مو كلامي أنا الحين ما أقول لأن لو ما طلع المسلسل أقول لك أن هذا ما يمدح السوق إلا من ربح فيه لا أنا قاعد أتكلم نتيجة ما قيل عن المسلسل في الفترة الأخيرة أخوي جاسم وما تكلموا الناس وطالبونا بجزء ثاني وطالبونا أن كان زين المسلسل ما خلص لأن قلت له أستاذ جمال شكرا أن أنت رديتنا إلى إنتاج تلفزيون الكويت القديم كان تلفزيون الكويت على أيام الشيخ جابر علي رحمة الله عليه في عظمة تلفزيون الكويت في ذاك الوقت في الصرف وفي الإنتاج وفي غزارة الإنتاج وفي العطاء للمسلسلات الكويتية الآن إحنا بحاجة إلى الصرف الجميل على مسلسلاتنا وبحاجة إلى العطاء اللي أنا قلت حق أستاذ جمال سنان شكرا على عطائك في ملح وسمرة فشفنا الكاستات اللي موجودة معانا المعدات الصرف لكل العناصر الدقيقة طقم الماكيرية الخاص المحضر من إيران ستاف من حوالي 10 أو 12
شخص الدريسنج، الملابس، الأزياء، بالطقم اللي موجود فيه حوالي 10 إلى 12 شخص مسؤولين عن الأزياء. يا رجل الكافيتيريا اللي هي مسؤول كافيتيريا قائمة للعمل ككل في حوالي 10 أو 12 شخص بالكذا. كان عندنا تكلفة، كان عندنا صرف، كان عندنا رعاية، كان عندنا دعم، كان عندنا احتضان لمسلسلاتنا. فطلعت معانا مسلسلات مثل درب الزلق، العتاوية، الأسماء الكبيرة اللي طلعت معانا كذا 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 كذا، وظهر معانا أبو عدنان في قمة العطاء، والصلال والمفيدي والأسماء الجميلة، والسادة سعاد والسادة حياة، هالأسماء لحقوا على العصر الجميل، فعطونا عطاءهم وصرفوا على مسلسلاتنا بنفس الطريقة. وشوف الفن الكويتي وين يوصلك. نفس الموضوع. انا طالعتك صح؟ إيه؟ يعني انا ولا لا لا محمود يضيف علي لانه ما شاء الله قول إيه ما يخالف هو كمخرج اكيد بسم الله عليه سي في عنده اعمال كذا هذا الحين يعطيك عوارات الاعمال الفنيه كلام ابو حتى مسلسلات الوالد رحمه الله عليه تمثيل وهذا ابو احمد قاعد يتكلم صحيح يعني كلامه كلام منطقي وجميل واحنا قادرين نصرف بس في شغله انا اقول لك عليها الاعمال اللي قاعد تعرض في العشر سنوات او 15 سنه الاخيره ترى مي سيئه ما ادري ايش فيهم الناس ليش ما نرجع على الزمن حبيبي بس شيل درب الزلق اسمح لي بس من الله لا في صرف ولا شيء ترى ماكو شيء العمل داخل استديو الدسمه كان بسيط ولكن وصل في روح في اجور هذا كله كلام دعايات ما في اجور ومشتغلين بحبيه وكذا هذا عمل من ما ادري من الله سبحانه احنا نتكلم عليه على الصرف بركة. على على الديكورات والمعدات والدنيا في وقتهم في ذاك العالم ميزانيات تكنيك اي كانت الاجهزه اي ذاك الوقت تخرع صح كلامه صحيح كان في ناس تخدمك بس تقعد تطلع انت من اللوكيشن امر ايش تبي الصرف اللي قاعد يقول عنه هذا الكلام كان موجود العطاء كان موجود اعمالنا الان ما فيها شيء خلنا من كم عمل خرجوا عن الخط او قدموا اشياء ما لها علاقه او فيها مبالغه على المجتمع لا تمثل المجتمع لا الكويت. تمثل المجتمع ولكن في اعمال ثانيه والله اعمال جميله نعم صحيح سوف ياتي يوم نقول الله هذا الزمن شحلاته وكذا نعم نعم مسلسلات نعم. والله نعم. راح يقولون هذا الكلام لا وكان مسلسلاتنا قاعد تطلع على أيوة. البرامج العالميه واسماء شبابيه جميله العالمية خربت يعني احنا اذا مو شغالين في العمل يطلع العمل مو زين وكذا في اسماء شباب طلعوا جدد بنات وشباب طالعين مخرجين مؤلفين جميلة جدا أثبتوا أسماءهم ودش المنصات اللي الحين موجودة عندنا المنصات شوف الأسماء اللي موجودة كلهم شباب وكلهم بنات حلوين وممتازين والملتزمين منهم يعملون أعمال متميزة وتمسك مكانة جميلة جدا طبعا القفاص هذا من النجوم اللي سووا واللي أنا بعدكم والله قدامه أنا من محبينه ومن محبين التزامه في العمل والكاركترات اللي لعبها انا لان الحمد لله مشكورين صح. انا على فكره ده يمكن حنبلي ما احب اطلع مع اي اسماء بس لما عرفت الاسماء اللي طالعه اخواني وربعي اخواني وربعي بس هذا ما طلعوا وياي البحر عشان الوفيدي ما طلعوا وياي البحر شوف كم مره تحزن وما يصير فعسى الله يبارك لنا فيهم ان شاء الله باذن رب العالمين مو حنبليه ولكن لان انت تبحث عن العقليه تبحث عن العطاءات تبحث فاخواني لا هانا وان شاء الله لهم عطاءات ولهم مكانه جميله جدا ني حق الشباب انه يقول لك ان اللي اكبر منهم بالسن قال لا ما في فن ما في مسلسلات شو صحيح لا مو صحيح بعدين الزمن يختلف طبعا يعني اليوم كل زمان دولة ورجال والان هذا وقتهم وهذا مكانتهم وكذا احنا دورنا الان ادعمونا اللي اكبر منا في المكانه وفي السن وفي الرياده الان دورنا ان احنا ندعم ونوقف ورا الشباب مو هذا اللي احنا قاعدين نحاول نسويه في نقابه الفنانين والاعلاميين بان نستقطب الكل معانا ما علينا من الاقاويل ومن الاصوات لا بس أعداء النجاح ما لنا شغل فيهم صح. علينا من الإنجازات نبي إنجازات نعم صحيح قفص نامر حبيبي لا ما يمر عليك لا مثل ما قالوا بس قفص فتريق صمغ اليوم الزمن يختلف خاصة قبل يمكن المسلسل ما كان فيه منافسية إذا كان فيه مسلسل أو مسلسلين اليوم أنت تسولف عن كم مسلسلات رهيب يعني قاعد تشوف بشهر رمضان الحالة ممكن
60 مسلسل ينعرض بنفس الوقت، انت ايش تبي تشوف، ايش تبي تخلي، شلون يضرب هذا المسلسل، شلون يضرب هذا المسلسل. فانت بالزمن اللي فات كان مسلسل مسلسلين بالفتره، فقصما عليك راح تشوفه، راح تشوفه حلو. بس الحين حلو. قصدك الكم الحين طبعا الكم نعم الفضائيات طبعا ايضا يقودني يردني الى ملح وسمره. ملح وسمره اختيار العناصر، وهذا اللي انا اتكلم عنه، ان الكم المصروف على هذا العمل من اسماء ومن معدات ومن من من، لان انت عشان تجمع 4-5 نجوم صحيح. او 6 نجوم هذه أجور، هذه تكلفة. فأنت لما تحط العناصر هذه كلها وتكلف عليها، النتيجة أن تكون نجاح. زين أنت طلعتني من سؤال، يعني الحين مو بس المسلسل راح ينجح برمضان، حتى لا في الأيام حتى بالسنة صح؟ نعم نعم. أنا من مؤيدين الخروج برا شهر برا رمضان. شهر رمضان ما يمثل صح. لكن رمضان شهر رمضان عبادة، لا طعم خاص صح. وشهر عبادة، وكثير من المشاهدين والمشاهدات يقولوا لي نفس الشغلة، أن إحنا بالنسبة لنا شهر رمضان شهر عبادة أكثر منا مشاهدة التلفزيون، في مشاهدين للكذا، ولكن خارج رمضان وعندما يعاد المسلسل خارج رمضان ممكن يشاهد أكثر، يشاهد اكثر، ويمكن تلاقي يمكن انظلم برمضان. نعم صح صح, صح ولا لا؟ انزين انت لك بالمسلسلات القصيره، شنو رايك في العدد يعني صارت المسلسلات الحين قامت تصغر؟ مو تصغر، هذا ما ادري، هذا الشكل ترى كان موجود من قبل. احنا كان عندنا بالتلفزيون الكويت الخماسيات والسداسيات والسباعيات وسهرات التلفزيونيه سهره، فهذه كانت موجوده ثنائيه خماسيه سباعيه، هذه المسميات كانت موجوده، بعدين دشينا على 15، بعدين دشينا على 30 وبعدين الحين رديتوا على فهي شغله قديمه مو مستحدثه، يعني هي موجوده من زمان. فرجعوا لها الحين بالفتره الحاليه. انا من مؤيدين هذا الشغل، لان اصلا في مسلسلات يضطر الكاتب يمط فيها عشان تصير 30 حلقه، وانت مو محتاج هذه 30 حلقه، انت ممكن تختزل العمل كله في 7 حلقات. مو بس كذي، الحين حتى السوشيال ميديا انت تبي بسرعه، نعم تبي تشوف، نعم نعم تبي تخلص المسلسل. ما اريد ورمان رضاني يقول جمال ما عندك غير ملح وسمره؟ لا، لان انا قلت حق حمد الرومي، انت ملح وسمره دكتور حمد، قلت له دكتور حمد الرومي في ملح وسمره تفوق على نفسه، اعطانا الجمله المختزله المؤثره فيعطيك جمله فلسفيه جميله جدا، ولكن انت تتقبلها بس مو كل الكتابات تكتب مثل الدكتور حمد الرومي. فانت تبحث، مو دعايه حق حمد الرومي، لكن فعلا تفوق على نفسه في هذا الجزئيه. احنا حاجة إلى الكلمة المؤثرة المعبرة، والآن خلق الإنسان عجولة، فالآن أصبح سمة العصر السرعة والتنبيه، فيحتاج إلى 8 حلقات 10 حلقات بكثيرة تكون، وسيزن ثاني تسوي له 10 ثانية، هذه سمة الوقت اللي احنا فيه فقط، وراح نرجع للـ30 ترى، بس قدام شوي قدام بس. لا، وانا اشوف ان الحلقة لما تكون 8 حلقات او 10 تكون يعني احداثها سريعة وفيها احداث وهذا. انت تأيد يكون مثلا خلينا نقول برمضان يصير 15 حلقة بدال 30، ليش ما نقسم صح ولا لا؟ ترى ممكن، يعني ممكن تقدم 4 مسلسلات مسلسلين ممكن، بس الشغلة هذه موجودة من الستينات، يعني أنا أمثل 68 أمثل معهم، عندي مسلسل مثله كان فيه 30 حلقة، ومثلت سباعية ومثلت خماسية من ذاك الوقت، ونفس الشيء تكرر، انقطعت السباعيات والخماسيات والأمور هذه، انقطعت ترى على فكرة من التسعينات بالضبط، أنا أقول ما قلنا نسمع عنهم صحيح، بس قام يصير التركيز على الثلاثين، صار توجه 15-30 بعدين راحوا للثلاثين الأكثر عشان فيها مدخول أكثر بالنسبة للمنتج، عشان يقدر يعوض استمرارية يقدر يستمر بالضبط، وإعلان هذا اللي حصل بالنسبة للمسلسلات، ولا هي موجودة في مسلسلات ترى صارت توها يعني نجحت 15 حلقة هي نعم يعني وفي شغله الحين هم وايد قاعد يستفيدون منها، يعني بالنسبه ل 15 حلقه او 7 حلقات، في قاعد يعرضون مثلا 7 حلقات ويشوفون ردود افعال الناس زين، ويصدمونهم شيء ثاني لما ينزل الجزء الثاني زين، ينطر رده فعل الناس ويصدمه بالجزء الثاني انه عكس توقعاته، فهذه هذه من الفوائد الحلوه الحين.
هذه تشد الناس أكثر. أي أكثر صح. يقول أي. لك الجزء الثالث أهل بيصدمني بشيء أقوى. بالضبط. أي. أي. فصارت الدعاية قبل لا توصل الثلاثين. الناس. والناس الناس قاعدة تنطر السيزنات يعني مثلاً لما جو مسلسل Game of Thrones مثلاً تنطر من سيزن إلى سيزن يعمل لك سسبنس على سيزن ثاني. فالحين هذه صايرة سياسة رايحة إلى إلى هذا التوجه وراح ترجع والحين بدأت ترد إلى الخمسة عشرات. نعم. 15 30 15 30 لكن صحيح. أكثر شيء المنصة الحين لأن كثرت فماشين في السيزونات. خل ريح الحين شوية نشرب لنا ماء شوي قهوة الحين بعد نطلع فاصل صغير ونرجع. رجعنا من بعد الفاصل ويعني شقالين ضغط الشباب ما طايحين انا شفت شفت البراشيم اللي انت حاطه. اي والله شوف ناقصين يكتب تخرج ونطلع فيك ان شاء الله. مخرج ما وزع علينا براشيم يطلع الاول انت اللي راح تدزوني. اول شيء خلينا نتكلم عن يعني المهرجانات اللي للفنانين مهمه. نعم جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى هي دائم. خلينا نقول يعني خذيتها من لساني اخوي الغالي. طال عمرك في مهرجان توقف اللي هو مهرجان محمد الخرافي مهرجان الخرافي المسرحي اللي سويناه 8 دورات. هذا خرج أجيال جديدة مو جيل, أجيال تخرجت على هذه. وابو عبد المحسن رحمة الله عليه لما طلبنا منه ان احنا كنا بنسوي المهرجان هذا مهرجان عربي ايضا ما مانع بالتكلفه العاليه اللي حطيناها للمهرجان العربي لان كنا بنستقطب الدول العربيه كلها قاطبه لهذا المهرجان مهرجان الخرافي المسرحي للابداع المسرحي. وافق ولكن احنا ارتئينا ايضا كمجلس اداره عليا لهذا المهرجان اللي كان حاطنا وعبد المحسن رحمه الله عليه انه ما يخالف لا خلوه حق عيالنا لان لو فتحنا 22 دوله تشارك معنا عربيه راح تشارك الكويت بعمل واحد. نعم صحيح. بينما كانت اعمالنا اللي تقدم لنا وانا رئيس لجنه المشاهده في ذاك الوقت كان يقدم لنا طلعنا من 5 أعمال 6 أعمال الى 16 و20 عمل صحيح. يقدم لنا بدينا ناخذ فتفتح الباب حق الفنان طبعا أسماء كثيرة طلعت على الساحة منها إيه؟ ولدنا محمد الحملي منها المخرج علي العلي من أسماء كثيرة يعني ما صح تحضرني حاليا لكن الآن تسيدوا الساحة وأصبحوا مخرجين مسرحيين وتلفزيونيين وغيره وغيره كلهم طلعوا نتاجات مهرجان محمد الخرافي الإبداع المسرحي 8 دورات اللي هي 8 سنوات عملت أجيال صح. فالمهرجانات جدا مهمة بالنسبة لنا. المهرجان مثل الشخص اللي مثلا يتكلم بس عربي بعدين تلقاه يتحكى عربي وانجليزي وفرنسي والماني. بالنسبه للمهرجان بالنسبه للمسرحي الشخص الفنان المسرحي هذه لغات بس لغات فنيه جميل تتعرف على خصوصا المهرجانات العربيه او العالميه. المحليه هي دعم كامل لي أكثر كم من الموجودين داخل البلد ولكن المهرجانات العربية أو العالمية أو الإقليمية راح تخليك كالشخص الذي يتكلم لغات المتحدة وراح تتعرف وراح يصير له تنمي مقدرات أكيد يعني ولكن احنا نبي المهرجانات اللي اكيد محتاجينها يعني خاصه مثل ما اذكر اخواني المهرجانات والتنافس اللي يصير بالمهرجانات هذا شيء مهم جدا يعني انت عندك فرق تتنافس على 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 نسميها المركز الاول او الجائزه الكبرى فانت تشوف في 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 ابداع في فن في افكار جديده تطلع في في اهتمام بالشغل في ترى المسرحية ممكن تأخذ منك 3-4 شهور أنت قاعد تشتغل فيها عشان تعرضها يوم واحد زين فهذا عيدين لا لا يوم واحد المهرجان يوم واحد مهرجان يوم المهرجان قصدك إيه مهرجان يوم واحد تأخذ منك 3 شهور إلى 4 شهور شغل عشان تعرضها يوم زين
فهذا التنافس الجميل. انت مثل كره القدم شلون كره القدم لما يصير عندك فرق وتنافسون عشان ياخذون الدوري صح زين والاحتكاك باللاعبين نفس الشيء بالضبط بالضبط. احنا قاعد نتكلم عن منافسه وشغل مسرحي عالي صح. وتغنيات وشباب مجتهد يحب يشتغل فهذه المنافسه احنا محتاجينها مو بس كذي انت الحين مو بس قاعد تاخذ دورك انت تبي تشد حيلك لان في مهرجان نعم. وراح تتكرم نعم. وراح يعني هذا القصد. في نموذج جميل عندنا جدا يعني يحضرني حاليا ان انا اقول استاذ عبد الله عبد الرسول نعم. استاذ عبد الله عبد الرسول الان هو المسؤول الاول عن مهرجان الشباب صحيح. ومحمد تدرج في مهرجان الشباب دخل كعضو وبعدين تدرج إلى أن أصبح الآن هو مسؤول عن مهرجان الشباب. هذه مخرجات المهرجانات الآن أصبح هو مسؤول في الدولة عندنا عن مهرجان الشباب اللي الآن يفرز فنانين جدد ويفرز طاقات شبابية جميلة جدا. هذا النموذج الجميل شوف التدرج الحلو شلون من عضو شاب وكلنا كنا معاه في بداية مسرح الشباب كلنا وانطلقنا في الساحة الفنية الآن هو أصبح مسؤول عن مهرجان الشباب حريص بالتجربة اللي مرت عليه أن نتاجاته جميلة جدا في كل هذا مهرجان الشباب فقط غير المهرجان المحلي غير يعني كل مهرجان يفرز لنا داخل الكويت طاقات شبابية جديدة وطاقات جديدة تخلي المجال الكويتي متجدد دائما ومنافس دائما. كلمة أخيرة منك يا المفيدي ليش وصلنا بس خلاص وصلنا ختام هو بس بيروح قاعدين انتوا قاعدين تقعدوا والله تعال ماركه طول البرنامج خلاص والله كيف حبيبي قواكم الله ويعطيكم العافيه ونتمنى مثل ما قلنا عن المهرجانات او الاعمال هذه البرامج اللي انتوا قاعد تسوونها هي ايضا من لغات التواصل الجميله اللي نتمنى انها ما تنقطع ان شاء الله تجمعنا دائما نشوف إخواني وزملائي وزملائنا الآخرين ونجوم الساحل اللي الآن نجوم خليجيين ما شاء الله يعني وإحنا دائما نمشي بدعمكم وقواكم الله ويعطيكم العافية وجمهورنا الجميل يعذرنا على أي غلط أو أي شيء لا لا نبي دعمهم كل إن شاء الله الأمور وقواك الله حبيبي الله قفاص يطول عمرك طبعا أنا قفاص فيك أنت كذي هادي اي انا هادي شيء يعني كله بحالك على زمان والله شكله النزغه مالك اي انا شفت تفضل اول شيء مشكورين ما قصرتوا على هذا اللقاء الجميل جمعتوا لي باخواني اللي من زمان ما شفتهم اشتاق لهم صراحه الله ومثل ما قلنا بالتالي احنا محتاجين الدعم من الدوله لظهور الفنان بالشكل المناسب دائما يحتاج الدعم الدعم وزيرنا ما راح يقصر باذن واحد احد ان شاء الله داعم باذن واحد احد اكيد الفن. اكيد فشكرا لكم شكرا لهذا اللقاء وضحنا بعض الامور اللي خافيه على الجمهور ومحتاجينها كفنانين والله ما الجملة هذه العادة تنقال أول اللقاء بس الحين آخر اللقاء أقول زي خذوا الكلام كله خلصوا الكلام كله شو أقوله لا 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 أنا والله لا لا أنت يطلع قول ما شاء الله ما شاء الله إحنا خليناك آخر شيء عين قوية ما شاء الله لا إله إلا الله لا لا في ناس ترتجل الحمد لله رب العالمين بعد أدرس إلقاء وارتجال شلون الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى شكرا أن أنتم جمعتوني مع أخوي أستاذ حسين المفيدي وأخوي أستاذ عبد المحسن القفاص لأن هالاسمين الجميلين هني في تاريخ وبالذات شوي يمكن أسحب الطرف عند أبو علي لأن مقل في اللقاءات مقل في الكذا ولكن السي في الكبير اللي ورا أستاذ حسين المفيدي جميل جدا طبعا والده أستاذي اللي أنا دائما في كل مقابلة لازم أذكر أستاذ علي المفيدي فأيضا أخوي عبد المحسن القفاص هذا النجم الجميل المتألق اللي متسيد الحين على دش المنصة ناصك عليكم يا ايش كثر ايش كثر ما تقول ما شاء الله رحنا شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل وسامحونا كنا نتمنى نكون اخفاف على قلوبكم وقلوب المشاهدين ان شاء الله ومشكورين على سامحونا على الكسور بعد لا ما مكسور يا بس القهوه تاخرت هذا باخذ السياره الحين وياي ان شاء الله يقولوا مسوي فيه حلقتين ولا لا 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 ماشي وايد وماشي وايد الحلاوه اوكي يعطيكم العافيه شكرا الفنان غدير جمال ردهان شكرا عبد المحسن القفاص شكرا حسين مفيدي يعطيكم العافيه والصراحه استفدنا في هذا المقابله ويعني عرفنا
كثير من الامور من السينما من المسلسلات و بس لا تنقطعون الله يعافيكم يا رب ان شاء الله الله يسمع منا ومنك ان شاء الله شكرا لكم كذي ناخذ لنا فاصل صغير وبعدها نكمل باقي فقرات برنامجنا.